بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف وقيام رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. باب الاعتكاف وقيام رمضان. أما قيام رمضان فهذا لكل الشهر في ليالي رمضان، صلاة التراويح وصلاة التهجد، هذا السنة نبوية ثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، خلفائه الراشدين. وأما الاعتكاف ذكره هنا لأنه أيضا عبادة عظيمة، وهو مشروع في كل وقت، ليس خاصا برمضان، ولكن في رمضان أفضل، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعتكف في رمضان العشر الأواخر. فمن أجل هذا أعقب كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف، لأنه يستحب للصائم أن يعتكف أيضا، يجمع بين عبادتين. والاعتكاف هو في اللغة هو المكث في المكان، المكث في المكان يسمى اعتكافا. وكانوا يعتكفون في الجاهلية عند الأصنام وعند القبور، والآن عند القبور والأضرحة يعتكفون، هذا اعتكاف شركي، لأن الاعتكاف عبادة، الاعتكاف بقصد التقرب إلى الله عبادة. وأما الاعتكاف عند القبور وعند الأضرحة هذا شرك بالله عز وجل، عبادة لغير الله. فالاعتكاف في اللغة هو المكث في المكان، هو المكث في المكان. ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي مقيمون عندها تتقربون إليها؟ ولما أنكر هارون عليه السلام على بني إسرائيل اتخاذهم العجل، قالوا لن نظل عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، يعكفون عند العجل الذي صنعه لهم السامري وعبدوه من دون الله. فالاعتكاف هو المكث في المكان، وقد يكون اعتكافا لغير الله فيكون شركا، قد يكون اعتكافا للتقرب إلى الله فيكون عبادة. فهو لزوم المسجد، وتعريفه في الشرع الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، هذا تعريفه شرعا، لزوم مسجد لطاعة الله سبحانه وتعالى، أي لأجل التفرغ لطاعة الله عز وجل. لزوم مسجد لزومه يعني الجلوس فيه ليلا ونهارا، ومسجد لأنه لا بد أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، في الحديث: لا اعتكاف إلا في مسجد، مسجد جماعة صلى فيه الجماعة. أما من يعتكف في خلوة
غير المسجد في بيته أو في مكان، هذا اعتكاف مبتدع، خلوة الصوفية وخلوة هذا مبتدع، معصية لله عز وجل. وأيضا يقطع عن صلاة الجماعة وعن الجمعة، هذا اعتكاف مبتدع. وأيضا يقطع عن الجماعة صلاة الجماعة، هذا هو تفصيل في الاعتكاف. نعم. وقيام رمضان، قيام رمضان عرفنا هو صلاة التراويح والتهجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. نعم. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، قام رمضان يعني ليالي رمضان، ليس المراد أنه يقوم الليل كله، وإنما يقوم من الليل، يقوم من الليل، ومن الليل فتهجد به، من الليل فتهجد به نافلة لك. قيام رمضان يكون بصلاة التراويح، ويكون بالتهجد في آخر رمضان مع التراويح. ولم يحدد هنا صلى الله عليه وسلم عددا معين من الركعات، وهذا يختلف باختلاف نوع الصلاة. فمن كان يطيل الصلاة والقراءة والركوع والسجود فإنه يقلل عدد الركعات. قد كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، لأنه كان يصلي وحده، يصلي وحده، كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود. فإذا صلى الإنسان وحده وأطال الصلاة يقلل عدد الركعات اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا صلوها جماعة فيخفف عنهم، ولهذا كان الصحابة يصلون 23 في عهد عمر رضي الله عنه، كانوا يصلون 23، خففوا الصلاة وزادوا في عدد الركعات. والرسول لم يحدد، قال من قام رمضان، ولم يحدد. ولكن كما ذكرنا هذا يرجع إلى نوعية الصلاة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا تصديقا بالعمل بالقيام لله، يقوم مخلصا لا يقوم رياء ولا سمع، يقوم إيمانا أي لا رياء ولا سمعة، وإنما يقصد تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، واحتسابا أي طلبا للأجر، طلبا للأجر الذي وعد الله به لمن يقوم رمضان. فالذي لا يحتسب الأجر وإنما يقوم والعبادة ولا يحتسب الأجر، هذا لا يقال قام رمضان. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها غفر له ما تقدم من ذنب كذا. نعم. غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني يكفر الله جل وعلا له الصغائر، الذنوب الصغائر التي تقدمت منه، فرمضان من المكفرات. قيام رمضان، قيام رمضان من مكفرات الذنوب، هذا فضل عظيم. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا دخل العشر أي العشر الأخير من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، متفق عليه. نعم، سبق في الحديث الذي قبل هذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا. أضف إليه هذا الحديث، كان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليله، هذا في دليل على أنه يزيد في العشر الأواخر، يزيد في العشر الأواخر في عدد الركعات، فيضيف إلى التراويح في أول الليل، يضيف إليها صلاة التهجد في آخر الليل. هذا هديه صلى الله عليه وسلم، كان في أول الشهر يقوم وينام، فإذا دخلت العشر شد مئزره وأيقظ أهله وشمر عليه الصلاة والسلام فزاد اجتهاده. فالذين يقولون الآن يقولون لا، رمضان كله واحد، احنا ما عندنا غيرها الصلاة في العشر وفي غيره، ولا يزيدون في العشر عن صلاة أول الشهر، هذا مخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لجهلهم بالسنة، هذا لجهلهم بالسنة ولكسلهم أيضا، لكسلهم أيضا. فالعشر يزاد فيها على ما كان من أول الشهر، زاد فيها صلاة التهجد. نعم. قال رحمه الله: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هذا في الاعتكاف، كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف كما عرفنا لزوم المسجد، المكث في المسجد والبقاء فيه ليلا ونهارا لذكر الله والصلاة، تلاوة القرآن، من أجل أن يتفرغ الإنسان من أعمال الدنيا ويفرغ لذكر الله عز وجل في هذه الأيام لفضلها، لفضلها وشرفها، ليحصل على الأجر العظيم، فيضيف إلى قيام الليل، يضيف إليه في العشر الأواخر أيضا يعتكف عبادة ثانية، صلاة واعتكاف، هذا خير إلى خير. وخص العشر الأواخر لأن فيها زيادة فضل على العشرين الأول، كان يعتكف العشر الأوسط تحريا لليلة القدر، فلما علم صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر نقل اعتكافه إلى العشر الأواخر طلبا لليلة القدر كما جاء في الحديث، واستقر على ذلك حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه، هذا فيه أن المرأة تعتكف في المسجد لكن تكون على حدة، ما تخالط الرجال، تكون على حدة ويضرب لها خبا ساتر تحتجب من ورائه، تخلو فيه لعبادة الله عز وجل، ولا تعتكف في بيتها، ما في اعتكاف إلا بالمسجد، من شرط صحة الاعتكاف أن يكون في مسجد. وفي دليل على أن الاعتكاف لم ينسخ لوفاته صلى الله عليه وسلم، فهو مستمر لأن أزواجه اعتكفنا من بعده. نعم. قال: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر
ثم دخل معتكفه، متفق عليه. نعم، السنة أن يبدأ الاعتكاف من صلاة الفجر، من أول النهار، يعني من أول النهار، وأول النهار ماذا يكون؟ صلاة الفجر، فيدخل معتكفه في بداية النهار في صلاة الفجر، هذا هو السنة. ولو دخل الظهر أو العصر أو لا بأس، ولكن كونه يبدأ من أول النهار هذا أفضل. نعم. قال وعنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا فيه مسألتان. المسألة الأولى أنه لا بأس أن زوجة المعتكف أنها تدخل عليه وترجل شعره وتتكلم معه في حوائجها، لا بأس بذلك. وكنا يزرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في معتكفه، ولما كانت حجرة عائشة رضي الله عنها بجانب المسجد وكان فيها فتحة في الجدار، كان صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إليه، فهذا في دليل على أن إخراج بعض البدن من المسجد لا يخالف الاعتكاف. إخراج بعض البدن من المسجد من فتحة أو من باب أو من باب أو ما أشبه ذلك أنه لا يخالف الاعتكاف. وفيه بيان لقوله جل وعلا: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن المراد بذلك الجماع، المراد بذلك مباشرة الجماع. وأما مباشرة الحاجة للمعتكف يباشر أو تمسه زوجته للحاجة فهذا لا بأس به. نعم. قال رحمه الله وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا المعتكف يلزم الاعتكاف فلا يخرج لا ليلا ولا نهارا إلا للحاجة التي لا بد له منها ولا يقضيها غيره، مثل قضاء الحاجة والوضوء، يخرج من أجل ذلك بقدر الحاجة. أما زيارة المريض، زيارة المريض عبادة وفيها أجر، لكن لا المعتكف لا يزور المريض ولا يتبع الجنازة، مع أن اتباع الجنازة عبادة وفيها أجر، لكن المعتكف هو في عبادة، فكيف يترك عبادة ويذهب إلى عبادة أقل منها؟ يلزم الاعتكاف فلا يخرج للعبادات المستحبة، العبادات المستحبة لا يخرج من أجلها، لأن ما هو فيه أفضل، فلا يعود مريضا ولا يشهد جنازة. أما حاجته البدنية يتوضأ، يقضي حاجته، يأتي بطعام أو شراب، لا ليس عنده خادم ولا يأتي أحد يحتاج إلى الطعام والشراب، يخرج يجيب حاجته، لا بأس، لا بأس بذلك، ولا يخالف هذا المعتكف لأنه من الاستعداد للاعتكاف، من الاستعداد للاعتكاف. نعم. ولا يمس امرأة ولا يباشرها. ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأنه في عبادة، فلا يمس المرأة، لكن إذا مسته هي لحاجة مثل ترجيل شعره صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك. نعم.
ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه. لما لا بد له منه مما ذكرنا من إحضار طعام أو شراب أو قضاء حاجة من بول أو غائط أو وضوء طهارة. نعم. ولا اعتكاف إلا بصوم، يعني مستحب. لا اعتكاف إلا بصوم، يعني يستحب أن يكون المعتكف صائما في النهار، وإلا فإنه يجوز الاعتكاف بدون صوم. يجوز الاعتكاف للمفطر، لأن عمر رضي الله عنه استفتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه نذر أن يصوم أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قبل إسلامه، نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوف بنذرك، مع أن الليل ما هو محل الصيام، دل على أن الصيام ليس شرطا لصحة الاعتكاف. نعم. وإنما قوله لا اعتكاف إلا بصوم يعني من باب الاستحباب. نعم. ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، هذا شرط. لا اعتكاف إلا في مسجد جامع يعني يصلى فيه الجماعة، ما هو مسجد جماعة جامع يعني تقام فيه الجمعة، لا هذا ما هو بلازم. ويخرج للجمعة ما في بس، إذا جاءت الجمعة يخرج لها، ولو بشرط أنه يصير جامع صلى أبو جمعة، يشترط أن يصلى فيه جماعة فقط ويخرج لصلاة الجمعة، ولا ينافي هذا اعتكافه. نعم. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره، الراجح وقف على الراوي. نعم. على الصحابي. نعم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، مع أن هذا له حكم الرافع لأن هذه عبادات ما يمكن يقولها الإنسان باجتهاده. نعم. صلاحي. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، رواه الدارقطني والحاكم. هذا يفسر الحديث السابق لا اعتكاف إلا بصيام. ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، إلا أن يجعله على نفسه يعني ينذر، إذا نذر الصيام وهو معتكف يلزمه الصيام، يعني هذا نذر. أما إذا لم ينذر الصيام مستحب في الاعتكاف. نعم. رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. والموقوف ما كان من كلام الصحابي. نعم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه، وما كان من كلام التابعي فهو مرسل، يسمى المرسل. وما كان من كلام الرسول من كلام الصحابي يسمى موقوفا. نعم. صلى الله عليكم. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. ليلة القدر قال الله جل وعلا فيها خير من ألف شهر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، يعني ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، فهي ليلة مباركة وفيها أنزل القرآن، وهي خير من ألف شهر. العبادة فيها هذه الليلة خير من العبادة في ألف شهر، هذا فضل عظيم لهذه الليلة. وهذه الليلة في رمضان قطعا، لأن الله قال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فالقرآن أنزل في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان قطعا ليست خارجه، لكن تحديدها في أي ليلة هذا هو محل البحث،
يحتمل أن أول الشهر، يحتمل أنها في وسطه، يحتمل أنها في آخره، إلا أن الراجح أنها في العشر الأواخر، هذا هو الراجح. أما الجزم لا، ما يجزم، لكن الراجح أنها في العشر الأواخر، وإلا فكل الليالي محتملة أنها هي ليلة القدر، ولهذا أخفاها الله من أجل أن يجتهد المسلم في كل الشهر، لأنه لو علم ليلة القدر اقتصر عليها، ترك بقية الشهر، ففاته خير كثير. فمن رحمة الله أن الله أخفاها حتى يجتهد المسلم في كل ليالي رمضان، فمن قام كل ليالي رمضان فقد أدرك ليلة القدر قطعا، لأنها لا تخرج عن رمضان. أما من اجتهد في بعض الليالي فلا يضمن أنه أدرك ليلة القدر، ولذلك يتأكد قيام رمضان كله. ولهذا قال من قام رمضان، من قام رمضان، هو قام بعضه، قام رمضان، يتأكد قيام رمضان كله. وإذا قام رمضان كله وتحرى ليلة القدر فإنه يحصل عليها بإذن الله، لأنها لا تخرج عن رمضان. أما إذا خص بعض الليالي فربما تكون ليلة القدر في غيرها ولم يدركها. إلا أن الأحرى والأحاديث تدل، كلام الرسول يدل عليه الصلاة والسلام على أنها في العشر الأواخر. من أي ليلة في العشر الأواخر؟ الله أعلم، العلماء اختلفوا في هذا، منهم من يقول هي ليلة 21، لأنها في الأوتار، تعرفون الأوتار، العدد الوتري، العدد الوتري ما هو؟ الفرد، العدد الزوج وش هو؟ العدد الزوجي، على الاثنين فما فوق، الاثنين، الأربعة، الستة، الثمانية، العشرة، هذه تسمى عدد زوجي، والواحد والثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة هذه عدد وتر فردي. ليلة القدر تتحرى في العشر الأواخر وتتحرى في الأوتار خاصة، في الأوتار خاصة، وعرفنا العدد الوتر. من العلماء من قال هي ليلة 21، لأن هذا عدد فردي، ومنهم من قال هي ليلة 23، هذا عدد فردي، ومنهم من قال هي ليلة 27، هذا عدد فردي، وهذا ما يرجحه الإمام أحمد رحمه الله وكثير من أهل العلم، أنها ليلة 27، ليلة القدر الراجح والأحرى أنها في ليلة 27، يحتمل أنها أيضا في ليلة 29، يحتمل أنها في الوتر الأخير 29، يحتمل هذا، وذلك كما ذكرنا من أجل أن يجتهد المسلم في كل الليالي يحصل على الأجر وعلى إدراك ليلة القدر. نعم. قال: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في ليلة القدر ليلة 27. نعم، هذا يرجح أنها ليلة 27 بهذا الحديث، ولكن موقوف أيضا، حديث موقوف. نعم. رواه أبو داود والراجح وقفه. الراجح وقفه، والراجح وقفه على معاوية رضي الله عنه. نعم. وقد اختلف في تعيينها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. يلا، ابن حجر يقول اختلف في
تحديدها على 40 قولا أوردتها في فتح الباري شرح صحيح البخاري. هذا يدل على اهتمام العلماء بهذه الليلة بحثهم عنها. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا بيان الدعاء الذي يستحب في ليلة القدر، في الليلة التي تتحرى أنها هي ليلة القدر، إلا مع العلم والجزم لا، ما أحد يعلم ولا يكسب، لكن التي تترجح عندك أنها ليلة القدر، أو يقع في نفسك، يقع في نفسك أنها هي ليلة القدر، ماذا تقول في دعائك؟ هذا دليل أولا على استحباب الدعاء في ليلة القدر. ثانيا، أفضل الدعاء ما أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك لعائشة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نعم. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. نعم. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. متفق عليه. هذه المساجد الثلاثة اختصت بأنها مساجد الأنبياء ولها فضل، فالمسجد الحرام بناه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، والمسجد النبوي بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، أول مسجد أسس على التقوى، والمسجد الأقصى بناه إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام، إسحاق بن إبراهيم. فهذه المساجد هي مساجد الأنبياء، وهي أفضل المساجد في الأرض، وأفضل المساجد الثلاثة المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى. فهذه المساجد الثلاثة يشرع السفر للعبادة فيها، للعبادة فيها، لا تشد الرحال لأجل العبادة إلا في هذه المساجد الثلاثة، أما ما عداها من المساجد فكلها سواء، لا تقصد، تخص من بين سائر المساجد. ما تسافر المسجد بالرياض تقول هذا أفضل، بصلي في مسجد في الشام، مسجد في أي مكان، ما لا، الشام نعم ما فيه إلا المسجد الأقصى فقط، أما غيره من المسجد الأموي تقول بروح أصلي في المسجد الأموي، لا هذا ما يخص. المساجد ما عدا الثلاثة كلها سواء، فالذي يخصص مسجدا منها للسفر إليه للعبادة هذا بدعة، مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أما اللي يسافر الواحد من هذه المساجد للصلاة فيه هذا مستحب، مسجد أفضلها المسجد الحرام، الصلاة فيه عن 100,000 صلاة، المسجد النبوي الصلاة فيه عن 1,000 صلاة، المسجد الأقصى الصلاة فيه عن 500 صلاة. هذه المساجد الثلاثة. الاعتكاف، هذا وجه ذكر المصنف له في هذا الباب، في باب الاعتكاف. كذلك الاعتكاف، لا تسافر لتعتكف في مسجد في وجه الأرض إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. سافر لتعتكف في المسجد الحرام نعم لا بأس، تسافر لتعتكف في المسجد النبوي نعم لا بأس، تسافر لتعتكف في المسجد الأقصى لا بأس، هذه يجوز تسافر لها من أجل الاعتكاف فيها، أما غيرها فلا تخص أي مسجد، المساجد كلها سواء لا تخص أي مسجد، لأن هذا بدعة. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، أي لا يسافر للعبادة في
مسجد من المساجد إلا في هذه الثلاثة خاصة، لأنها أفضل من غيرها، هي مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالمناسبة أن الاعتكاف في كل مسجد من المساجد، وأنه لا يسافر إلى مسجد خاص للاعتكاف فيه إلا هذه المساجد الثلاثة. ومن خص مسجدا ليعتكف فيه وقال هذا فيه فضل فهذا مبتدع، وإذا كان بسفر فهذا بدعة ثانية، فلا يجوز التخصيص إلا بدليل يدل على فضله، وإلا المساجد كلها سواء والحمد لله. نعم أحسن الله إليكم. نعم مسجد قباء تابع للمسجد النبوي، إذا سافرت للمسجد النبوي صلي فيه تعتكف فيه تزور مسجد قباء تبع. نعم أما تسافر من الآن المسجد قباء لا. نعم أحسن الله إليكم. الأسئلة. نعم الأسئلة بسم الله. نعم هذا سائل يقول هل يجوز الاعتكاف يوما أو يومين؟ يجوز ساعة ولو ساعة، ما له حد أقله ولا أكثر، الاعتكاف ما له حد مدته لا أقل ولا أكثر. نعم. ويقول السائل ما معنى الاعتكاف الكامل؟ ما معنى الاعتكاف الكامل؟ الكامل هو المشتمل على الشروط وعلى المستحبات، الكامل هو المشتمل على شروط صحة الاعتكاف وعلى مستحباته. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل قوله عليه الصلاة والسلام من قام رمضان يعني ذلك أنه يجب عليه أن يقوم رمضان كله لكي يحصل على الأجر من تكفير الذنوب؟ لا، الوجوب ما يجب إلا الفرائض، ما يجب إلا الصلوات الخمس، أما قيام رمضان هذا مستحب، كل قيام غير الفرائض فهو مستحب ليس بواجب، لقول الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائض الإسلام، فلما ذكر له الصلوات الخمس في اليوم والليلة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل قيام رمضان لوحدي في البيت اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وإصابة للسنة هي أفضل من قيام رمضان جماعة بالمسجد؟ والله المسجد أفضل، لأن من أحكام صلاة التراويح فعلها جماعة في المسجد، وكونك تصلي مع المسلمين أفضل من صلاتك في بيتك. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول والرسول يصلي في بيته من أجل أن يخفف على الناس، أجل أن يخفف على الناس لا يعتقدوا أن فريضة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول إذا كنت موظفا وأريد الاعتكاف ولا يمكن لي أن أترك الوظيفة فترة الاعتكاف، فهل يجوز لي أن أخرج من المسجد إلى وظيفتي ثم أعود إليه بعد انتهائي من العمل؟ لا، هذا ما يكون، هذا اعتكاف مقطع، اعتكاف مقطع، أما تأخذ إجازة نظامية ما يبني علشان الاعتكاف، تأخذ إجازة نظامية تعتكف لا بأس. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما الأفضل للمرأة، تعتكف في المسجد أم تعبد الله في بيتها؟ كله طيب، كله طيب، ولكن اعتكافها في المسجد مستثنى، لا تمنع إماء الله مساجد الله وليخرجن تهيلا، تخرج للمسجد للصلاة للاعتكاف ما في مانع. نعم صلاة الفريضة، صلاة التراويح، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء لا بأس. طيب هذا. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تعتكف في زاوية أو في غرفة من غرف المنزل وتمكث طيلة العشر الأواخر من رمضان؟ هذا مبتدع، لا يجوز هذا، لا يجوز لها هذا، هذا بدعة، لا اعتكاف إلا في مسجد. نعم أحسن الله إليكم. وأنتم عاكفون في المساجد، نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يعتكفن في المسجد. نعم وهذا سائل يقول هل يجب على المعتكف في العشر الأواخر من رمضان
أن يمكث 10 ليال؟ هل يجب على المعتكف في العشر الأواخر من رمضان أن يمكث 10 ليال؟ قلنا لا حد للاعتكاف، اعتكف العشر كلها أو بعضها لا بس. نعم أحسن الله، حتى ولو يوم منها، ولو يوم من العشر. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: ما حد عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة؟ ولا يبدين زينتهن، أو نسائهن، قال: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآباء بعولتهن، إلى قوله: أو نسائهن. فتبدي عند المرأة ما تبديه عند محرمها، عند الرجل من محارمها: وجهها، كفيها، قدميها، رأسها، لا بس. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل المدير أو الرئيس في العمل ينزل منزلة ولي الأمر في السمع والطاعة حال الظلم؟ المدير نائب لولي الأمر، نائب لولي الأمر، ما هو ولي الأمر، نائب لولي الأمر على العمل الذي ولي عليه. وأما الصبر على ظلمه وعلى هذا خاص بولي الأمر، أما المدير فلا يصبر على ظلمه، بل يرفع بشأنه لمن هو فوقه. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إذا أردت الحصول على فضل قيام رمضان إيمانا واحتسابا، إذا أردت الحصول من الله عز وجل على فضل قيام رمضان إيمانا واحتسابا، هل أقوم ليلة من الشهر أم أقوم الشهر كله؟ لا حد للقيام، الأجر على قدر ما تقوم، لكن إذا كنت تريد ليلة القدر فلا بد أن تقوم رمضان كله، لأنها محتملة بكل ليالي. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: سمعت رجلا يقول إن فتح أزارير الثوب من السنة، فهذا إن فتح أزارير الثوب من السنة. من السنة بعض الأحيان يا أخي، ما هو دائما، من السنة بعض الأحيان. نعم ويقول: ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتح أزاريره دائما. نعم، لكن فتح هذه بعض الأحيان. نعم أحسن الله إليك. إذا كان في حر ولا في أنت بحاجة إلى السعة، نعم في بس. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من يطالب بأن يكون حكم دولتنا المباركة حكم ديمقراطي يكون من الدعاة على أبواب جهنم؟ إذا كان يريد مخالفة الشرع، ديمقراطية مخالفة للشريعة، فهو من الدعاة على أبواب جهنم. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما نصيحتكم لإمام كلف بإمامة المسجد ولا يصلي بالناس في صلاة الفجر وهو ساكن في سكن المسجد؟ أعوذ بالله، هذا ما يجوز له. أما أن يقوم بإمامة المسجد في كل الفرائض وإلا يتخلى عنها لغيره، ما يجوز هذا. هذا ظاهرة سيئة عند بعض الأئمة أو كثير منهم، تولى الإمامة ويأخذ البيت والراتب، يجيب واحد أجنبي ويخليه يصلي عنه، هذا ما يجوز، هذا غش، هذا ترك للواجب، هذا لا تبرأ به الذمة. وهو إمام، الإمام قدوة، يجب أنه يكون محافظا على عمله، على ما يصير قدوة سيئة، وهذه أمانة، ما يقوم بها وإما أن يتخلى عنها. نعم يقول هذا السائل: هل من شد الرحال لدفن ميت فقط، فهل هذا صحيح؟ والله هذا لم يرد أنه يسافر علشان يشيع جنازة في بلد معين، إلا إن كان من أقاربه، إذا كان من أقارب الميت حضوره يعني له قيمة عند أهل الميت وعند أقاربه لا بأس. نعم أما لغير أقاربه يدعو له وهو في مكانه. نعم أحسن الله إليكم. وإذا كان الميت له شأن أو له فلا بأس أن يصلي عليه صلاة الغائب. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: أريد بعض أسماء كتب تعرف بالإسلام باللغة العربية. تسأل عن بعض أسماء كتب تعرف بالإسلام باللغة العربية للمسيحيين. يا أخي، أحسن كتاب وأعظم كتاب هو القرآن، يعرف بالإسلام،
القرآن العظيم هو أعظم كتاب يعرف بالإسلام، فالقرآن الكريم، ثم بعدها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري، صحيح مسلم، السنن الأربع، هذه أحسن كتاب يعرف بالإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يصح أن يخرج واحد يأتي بطعام للمعتكفين؟ هل يصح أن يخرج واحد منهم ليأتي بطعام للمعتكفين؟ لا بس، لا بس، لكن فيه نقطة، الاعتكاف الجماعي اللي ظهر على الناس هذا بدعة. الإنسان يتخلى، ما هو بيصير مع ناس ويترافقون وينامون ويسولفون، هذا ما هو باعتكاف. الاعتكاف إنه يتخلى لذكر الله وحده، يعتزل عن الناس إلا لصلاة الجماعة، يتفرغ لذكر الله عز وجل. نعم. ويقول: نرجو النصيحة، هل الخروج لخدمة المعتكفين أفضل أم المكث في المعتكف للعبادة؟ إذا كان المعتكفون بحاجة إلى من يحضر لهم فلا شك أن الخروج أفضل، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من يقول إن أقوال الجهمية والمعتزلة من سعة الشريعة وحضارتها؟ ها؟ ما رأيكم في من يقول إن أقوال الجهمية والمعتزلة من سعة الشريعة وحضارتها؟ ليست من الشريعة، هذا كلام باطل. أقوال الجهمية والمعتزلة وأهل الباطل ليست من الشريعة، الشريعة تنهى عنها، تبطلها، ترد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يسرق بعض كتب أهل العلم ويطبعها ناسبا ذلك إلى نفسه، وقد انتشر هذا كثيرا؟ هذا خيانة وسرقة، ينسب كتب الناس إلى نفسه، هذا كذب، تزوير، ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل النذر قبل الإسلام يوجب فعله؟ ها؟ هل النذر قبل الإسلام يوجب؟ نذر عبادة، لا، نذر عبادة، ونذر أن يعتكف ليلة، فالاعتكاف عبادة، فإذا نذره ثم أسلم تلزمه هذه العبادة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز مباشرة النساء في المسجد؟ أما لو اعتكف وهو مشرك ما ينفعه الاعتكاف، لكن إذا نذره وبقي في ذمته ثم أبرأ ذمته بعد الإسلام هذا طيب، أفتاه الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: وهل تجوز مباشرة النساء في المسجد في غير الاعتكاف؟ مباشرة على قسمين، مباشرة يعني لمس اليد، أو مباشرة بالجماع. مباشرة بالجماع ما تجوز في المسجد، بل لا يجوز أن يلبث في المسجد وهو جنب، فكيف يجامع؟ لا يجوز. ولو قال أنا بحط حجرة بالمسجد وبأستر نفسي نقول لا، حرام، المسجد ما هو محل الجماع، المسجد ما يجوز الجماع فيه، بل الجنب ما يجلس فيه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز إهداء ترجمة معاني القرآن مع القرآن للكافر إذا كان يرجى إسلامه؟ نعم، لا بد من هذا، ما يترجم معاني القرآن إلا بوجود الآيات، وجود الآيات معها حتى يعرف معنى هذه الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز لي أن أنوي الاعتكاف في كل دخول إلى المسجد في كل الصلوات حتى أكسب أجر الاعتكاف في فترة مكوثي في المسجد؟ ما ورد هذا، الفقهاء قال بعضهم هذا، لكن هذا شيء لم يرد. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: جامعت زوجتي ثم بعد الجماع خرج دم الحيض ورأيت أثر دم الحيض على جسدي، فما الحكم في ذلك؟ أنت مخطئ في هذا، لماذا في هذا الوقت وفي بداية العادة؟ هذا لا يجوز لك، لا تعود لمثل هذا، إذا قارب وقت العادة اجتنبها. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: صليت العصر في الحرم في الصحن قريب الكعبة ظنا أن الإمام عند باب الكعبة، ولكن تبين لي بعد الصلاة أن الإمام كان خلفنا ونحن صفوف قبله، هل يجوز هذا أو علينا الإعادة؟ ما أظن هذا يقع، لأنهم يمنعون، الشرطة يمنعون هذا، والمشرفون من جهة الرئاسة يمنعون أن يكون أمام الإمام أحد. فإذا كان أحد تهاون بهذا صلى أمام الإمام يعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: لقد سجلت في جامعة مختلطة وسجلت أختي معي، وأردت أن أتوب وأن أترك الجامعة المختلطة، لكن أختي تاب أن تترك الجامعة المختلطة، هل لي أن أبقى معها لكي أكون كمحرم لها أم أتركها لوحدها؟ منعها من هذا، فإذا لم تمتنع ولا تقدر على منعها فأنت اعتزل ولا تدخل في الجامعة المختلطة. وأختك آثمة بذلك، ولا تكن معها تقول أنا محرمة. المحرم في السفر، هذا ما هو بسفر، المحرم إنما يشترط في السفر، هذا ما هو بسفر. نعم، هذا اختلاط. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يقول الرجل ورب المصحف؟ لا، المصحف ما هو بعبد، المصحف كلام الله عز وجل، صفة من صفاته. نعم، لا يجوز تقول ورب العلم ورب القدرة ورب، ما يجوز، يعني تعطي أن الصفة هي غير الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة التراويح في البيت جماعة تأم إحداهن، يعني هل يجوز للنساء أن يصلين صلاة التراويح في البيت جماعة تأم إحداهن، يعني تكون إحداهن إمامة؟ لا بأس بذلك، وهذا طيب. نعم. وتقول السائلة: هل يجوز إذا شق عليها الصوم أن تسكب بعض الماء على رأسها وأن تدخلها في فيها؟ لا بأس بذلك، أن يتبرد الإنسان وهو صائم بالاستحمام بصب الماء على رأسه، وكان الصحابة وهم صيام في السفر يصب على رؤوسهم الماء من العطش، فلا بأس بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. ولا بأس أن الصائم يتمضمض، لأن الفم ليس من الجوف، الفم خارج الجوف من الوجه. نعم، لكن يتحرز من أن يصل شيء إلى حلقه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف يصح الأثر المشهور عن عمر رضي الله عنه بأنه أمر 23 ركعة، وقد حكم عليه أئمة الحديث بالضعف، وإنما صح عنه رضي الله عنه أنه أمر 13 ركعة، أفتونا في ذلك؟ هذا الكلام لا أصل له، صح عن عمر وإجماع الصحابة والمهاجرون والأنصار أنهم صلوا 23 ركعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا متعسف، هل يقول الكلام ذا؟ نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف نصل الرحم التي فيها قطيعة؟ نعم، كيف نصل الرحم المصر على القطيعة، المصر على القطيعة؟ صل رحمك وإن قطعوك، لا، أمر الرسول بها، صل رحمك وإن قطعوك. أما اللي ما يصل إلا من وصله فهذا مكافي وليس واصلا كما في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: كيف ننصح من يلبس عباءة أو طرحة مطرزة؟ هذه سائلة تقول: كيف أنصح من تلبس عباءة أو طرحة مطرزة؟ لا يجوز أن تلبس المرأة ثوبا أو عباءة أو خمارا مطرزا عند الخروج من بيتها، تلبس ثوبا أو طرحة أو غطاء الرأس من السادة، من الخرق السادة التي ما فيها تطريز ولا زينة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز لبس الهيلا هوب تحت هل يجوز لبس الهيلا هوب؟ إيه؟ لبس الهيلا هوب ترجمة وش معنى؟ شراء الطويل يعني. أه؟
ولا ما تقول الشراب ها تريحنا؟ هل يجوز؟ نعم الشراب الطويل تحت تنورة قصيرة أمام النساء والإخوان. التنورة الضيقة ما تجوز سواء مع الشراب وما مع التنورة الضيقة، وكل لباس ضيق لا يجوز للمرأة. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز في كفارة اليمين أن أطبخ طعاماً وأقدمه لعشرة أشخاص، أم أنه لا بد أن يكون بمقدار معين؟ لا بأس، إذا غديت الفقراء العشرة أو عشيتهم فلا بأس، يصدق عليه طعام عشرة مساكين. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم أن يلقب الإنسان نفسه بقوله سفير الله في أرضه كناية عن دعوته لله؟ لا، هو الرسل قالوا إن الرسل سفراء عن الله، الرسل عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم فلا. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: كيف أنصح من يغش في الامتحانات؟ أنصح إنه هو عن الغش في الامتحانات، بيّنه إن هذا حرام ولا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز كتابة آيات قرآنية على شكل شجرة؟ لا، ما يجوز العبث بالقرآن يكتب على نقوش أو على شكل شجرة أو شكل فراشة، هذا عبث في القرآن ولا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها وهي معتكفة؟ إذا كان ما عندها أحد، إذا كان ما عندها رجال غير محارم فلا بأس. نعم وهذه سائلة تقول: ما حكم تسمية العباءة بالعباءة الإسلامية؟ ما حكم تسمية العباءة بالعباءة الإسلامية؟ لا، ما يسمى اللباس الساتر الموافق للمواصفات الإسلامية يقال له لباس، ما يقال لباس، أو تقول لباس المسلمة، إذا قلت لباس المسلمة أحسن من قولك لباس إسلامي. نعم وهذا سائل يقول: هل يجوز كفارة اليمين بدل النذر هل يجوز كفارة اليمين بدل النذر مع أن ما نذر لأجله لم يحصل، ولم تعلم أن النذر مكروه؟ لا يجزي كفارة اليمين، لا تجزي عن النذر، عن نذر الطاعة. قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. لا بد من تنفيذ النذر، يوفون بالنذر وليوفوا نذورا. وأما كفارة اليمين بدل النذر، هذه في مسألة إذا نذر معصية لا يجوز له الوفاء، اختلف العلماء هل تجب عليه كفارة يمين أو لا. نعم مع أن ما نذر لأجله لم يحصل، ولم تعلم أن النذر مكروه إلا بعد النذر. على كل حال، إذا نذرت أن تطيع الله تطيعه، إلا إذا كانت معلقة على شرط، إن حصل كذا أصوم أو أصلي، معلق، هذا إن حصل الشرط لزم النذر، وما حصل الشرط لم يلزم. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أكل توابع الذبيحة التي لم تذبح بطريقة شرعية مثل الكبد والكلى؟ لا يجوز، هذه ميتة التي لم تذبح بذكاة شرعية، هذه ميتة جميع أجزائها، لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم السفر للاعتكاف في مسجد عالم من العلماء، وذلك لقصد الإمام أو العالم لا المسجد؟ هذا بدعة، لا يجوز، لا تسد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، تبي تزيد أنت مسجد من عندك، هذا بدعة. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في الدعوة إلى الله بالقصص والفكاهات والأضحكات؟ هذه ما هي بدعوة إلى الله، هذه دعوة إلى السفة والضحك، ولا يجوز ينسب هذا للدعوة. نعم وهذا سائل يقول: أبي يمنعني من الذهاب إلى حلقات العلم، ويجبرني إلى الذهاب إلى الأماكن التي فيها منكر، وأواجه صعوبات في البيت، علما بأن عمري في 15، أرجو النصيحة والتوجيه. لا تطيعه في الذهاب إلى الأماكن
المحرمة والتي فيها معاصي، لا تطع أباك، ولو ذهب هو لا تصاحبه. قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما مسألة أنه يمنعك من طلب العلم، هذا أقنعه وخذ رضاه، استسمح أحسن من المنازعة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من طاف على الكعبة بوضوء وفي الشوط الخامس انتقض وضوءه، فما عليه إذا توضأ وأكمل الطواف؟ ما صح طوافه، إذا انتقض وضوءه أثناء الطواف بطل طوافه، مثل الصلاة، لو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة يتوضأ ويكملها ما قال هذا أحد، والطواف بالبيت صلاة فلا يجوز هذا. نعم، فيبدأ الطواف من جديد. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قلتم حفظكم الله أنه فيه دليل أنه لم ينسخ بعد وفاته، فهل هناك نسخ بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات؟ لم ينسخ بوفاته، لم ينسخ بوفاته، ما قلت بعد